هلو هلو حبوباتي، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. تحدي اليوم هو تحدي للتخلص من ترهلات البطن وتخلص من البطن بصفة عامة للحصول على بطن مسطحة. كنت حطيت لكم صورة على حسابي في الانستغرام وسولتكم شنو التحدي اللي حابين نعملوه اليوم. اغلب التصويت كان على الكرش او البطن، فاليوم ان شاء الله غيكون على البطن. نقطتين مهمتين، حاولوا قبل البدء بهذه الحركات انكم تكونوا عملتوا فيديو التسخينات اللي نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف. مهم ومهم جدا لتفادي اي تمزقات عضليه او مشاكل. ثاني نقطه اللي هي كذلك مهمه ومهمه جدا هي انكم تطبقوا طريقه وضع الحوض في وضعيه محايده اللي كنت سبق لي وشرحت لكم في فيديو التخلص من ترهلات البطن. كذلك نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف. ونبداو على بركة الله. أول شيء اللي هو مهم ومهم جدا كما قلت ومقنعين، شد البطن، إيدين خلف في الرأس، ما غنزلوش بالرأس وإنما بالبطن، إيدين فقط لمساندة الرقبة. شد البطن نفسه زفير، مهم شد البطن، تحسون؟ شد البطن مهم. فتح الإجرين قليلا، ريكم شنو يصير؟ عفوا فوق البطن قبل الوضعية على الأرض. رجعوا هنا ومن بعد مشيو. رجعوا الوزن جنب. شاب سفير، ناخذ نفس سفير، ناخذ نفس سفير. هنا نخدمو لزوبلين خواصر، نذهبوا بالخصر وليس بالصدر. تشجعوا بنات للحصول على بطن مسطحة لازم شغل، شد البطن مهم، تشجعوا جميعا. تحسون بالشد؟ برافو كملوا. برافو بنات، برافو. اكتاف الى الوراء، شد البطن مهم، رجع الوسط. الان نمروا الوضعية على الارض. الان نبدا وضعية الكرانش. بالنسبة للبنات اللي عانوا من مشكلة الظهر مفروض شوية، الاجرين هكا، نشدوا البطن مهم ومهم جدا، الايادي خلف الرقبة. واحد جوج ثلاثة، زفير عند الطلور، الايدين خلف الرقبة فقط لمساندة الرقبة. ممكن نعملوها ما نوضعوش الأكتاف كليا على الأرض، ننزلو شوية ونطلعو، ننزلو ناخدو نفس ونرجعو.
برافو بنات. تحسون مشد بطنكم جيد جدا، معناه ان البطن او عضلة البطن تشتغل. مهم شد البطن. بلوك. بلوك 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 بنات بلوك. شد البطن. ثلاثة، جوج، واحد، واحد. خدموا الفواصل. تحسون بالشد. برافو. البطن بدأ يشتغل. حابين بطن مسطح على الصيف. ممنوع الغش بنات. صبروا. هذه ضريبة تتجسم الرشي. نساعدوه بالأكل الصحي. مهم ومهم ومهم. روعة. فخورة بكم. ما تنساوش تعليقاتكم. اللي كملت التمرين الى الاخير تقولها في التعليق، واللي ما قدراتش كذلك تقولها في التعليق. وباش حسيتوا ضروري جوانب. جنب الأيسر. زفير عند النزول. شد البطن مهم بالطريقة اللي سبق لي وشرحتها. الفيديو في صندوق الوصف. خواصر مرسومة. إن شاء الله نعملو فيديو خاص بالخواصر كذلك وبالأهداف لمحاربة السيلولايت. خلونا نوصلوا لهذا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات. حاولوا قدر ما نزلتو. تحسون أنا ويخدم هون. برافو. نرجعوا للوضعية الأولى. ناخذ نفس. برافو. الآن الرجل هكذا. ثلاثة، جوج، واحد. برافو. الناحية الثانية. زفير عم تطلع.
الان غنمروا الحركه اللي انا نفضلها ونحبها جدا. علاش؟ لان هي اللي تتمكننا اننا نعدلوا ترانسفيرس اللي سبق لي قلت لكم هو واحد العضل في البطن جل داخل، هو المسؤول على شد البطن الى الداخل. الحركه كان نشد البطن جيدا، هيك الظهر يكون هكايا. اذا ما قادرش نزلو حتى لتحت ماشي مشكل، نزلو غير النص ونرجعو. ناخدو نفس ونطلع. ممنوع منعا بتا نعملو هكا، نزلو بشوية ونطلعو بشوية. اللي ما قادراش تنزل بزاف تنزل حتى لهنايا، اللي قادرة تنزل تلتا وتطلع، يعني أن الترانسفيرس عندها مشدود جيدا ومطلوب. ماشي مهم أنكم تنزلوا حتى لتحت ومن بعد هذه خطيرة جدا، ماشي مزيانة خصوصا الحوض تاعكم. نزلوا بشوية ونطلعوا بشوية، اللي ما قادرش تنزل توصل غير هنا وتطلع، ومع المدة غتقدر. هلا نبداو على بركة الله. زفير استنشقوا، زفير نزلوا الاكتاف تاعنا، تحسوا انه اشتغل مزيان جيدا. صعب ولكن فعال التمرين، روعة روعة. الآن بعد ما خلصنا الحركات اللي مهم ومهم جدا هو ستريتشينغ، لحتى غدا إن شاء الله أكيد تحسون بأوجاع في منطقة البطن، هذا طبيعي. الستريتشينغ مهم لحتى نخفف من هذه الأوجاع. أول حاجة يدينا للوراء كأننا نزرو، تنفس مهم. والآن لحتى نعمل كذلك للظهر ستريتشينغ، نعملو طريقة الكوكياج أو الحلزون يمكن. حركاتنا للبطن اليوم انتهت حبوباتي. امتى نقدروا نعملوا هذه الحركات؟ ليس يوميا، لان عضله البطن هي عضله كبيره لازمها راحه، والعضل الكبير لازم 48 ساعه يرتاح فيها، يعني كل 48 ساعه ممكن نعيدوا هذه الحركات او لازم نعيدوا هذه الحركات، وضروري تسخينات. بالنسبه للبنات اللي حابين ينقصوا الوزن بعد هذه الحركات، نرجعوا الفيديو التسخينات، لان كنكون تخلصنا من جميع الكارب اللي عندنا، ونبداو دابا في الدهون المخزنه. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وفادكم بنات. الا كانت هذه اول مره تشوفوا القناه تاعي، ما تنساوش الاشتراك في القناه الا عجبتكم بطبيعه الحال، لايك للفيديو الا عجبكم، وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو قولوا لي شنو الراي تاعكم. حنا ان شاء الله نتلاقاو في الفيديوهات الماجيه. سلامة.